متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف عبد الحق العبوقي، عضو الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، من أجل مناقشة قضية سيارة أجرة بمطار محمد الخامس، خاصة أن هناك يعني العديد من المواطنين ومن زوار مدينة الدار البيضاء يشكون من طريقة التعامل وأيضا من الأسطول غير الجيد لسيارة أجرة بهذا المطار، وشنو الخطوات المقبلة، خاصة أن يعني مطار محمد الخامس واحد من بوابة مدينة الدار البيضاء، والمغرب غادي مقبل على تنظيم إن شاء الله كأس العالم ل 2030. أشن الخطوات المقبلة باش نطوروا هذا القطاع تاع سيارة الأجرة سواء بمطار محمد الخامس أو على صعيد مدينة الدار البيضاء؟ من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف كما قلت سي عبد الحق العبوقي. سي عبد الحق مرحبا بك. شكرا لك أستاذ بوستا، ومن خلالك نحيو أنفاس بريس يعني اللي كت تفتح لنا القلب ديالها والمشاكل ديال القطاع سيارة الأجرة. كل الطاقم مشكور. سي عبد الحق العفو، المطار محمد الخامس هو مرآة مدينة الدار البيضاء، وبين الأشياء اللي يعني يتم الجدل حولها هي السيارات الأجرة داخل هذا المطار. هذا البعض يقول بأن السيارة الأجرة وأسطول السيارة الأجرة التي تتوفر في المطار محمد الخامس ما تليقش يعني بصورة تاع مدينة بحجم مدينة الدار البيضاء. فإلا سمحتي، حنا كنا سباقين بالنسبة لنا الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، ضمن المراسلات اللي كانوا متتالية لا بالنسبة للعمالة ولا بالنسبة للعمالة المعاصر ولا كذلك الولاية، على أساس باش يكون واحد الدعم إضافي من غير هذه 80,000 درهم، يكون لما لا تكون 16 مليون باش ناخدوا السيارات اللي فيهم مواصفات باش يمكن نواكبوا منها العصر، وكذلك منها المنافسة الشريفة لواحد يعني نقل آخر اللي كينافسنا وانتم كما كتعرفوا كصحفيين. يعني وليت عندكم واحد منافس اخرى من طرف التطبيقات الذكيه، خاصكم انتم تكون عندكم سيارات اللي ذات جوده عاليه باش تقدر تحتفظوا على ديك المكانه ديالكم. لا سمحتي، حنا بالنسبه لينا ما كنركزوش على هذه المساله، ولكن كنركزوا على الخدمه تكون جيده باكثر ما كنفكروا في شي حد اخر، لان هذاك الشيء غيزول مع الوقت. فحنا اللي كنطمحوا ليه وهو تكون سياره الاجره تكون في المتناول اولا ديال لا بالنسبه للزبون للاجنبي ولا كذلك المغربي، وبصفه عامه للزبون بصفه عامه، يعني باش اي واحد يركب في مطار محمد الخامس، لا اللي عنده مثلا تسعيره باش يخلصها واللي ما عندوش توا كيركب. قلتي غتزور تنظم تشير التطبيقات الذكيه، وكاين اصحاب التطبيقات الذكيه تقول لا بالعكس، يعني المستقبل امامهم، لان كما هضرنا الاسطول تاع سياره الاجره لا يتجدد اصلا، الخدمه هي تقول لكم دون المستوى مقارنه معهم هما. لا بالعكس، غير حنا اللي خصنا نشيروا ليه، وحنا يعني حنا ما نكونوش حنا طرف في العمليه، حنا طرف ان نديروا الجوده، تحسنوا الجوده ديالكم، تحسنوا الجوده ديال لا بالنسبه للسيارات لا بالنسبه للهنداب. الحمد لله الان راه مطار محمد الخامس كيتوفر على واحد الاسطول اللي هو جيد، كيتوفر كذلك على اطارات اللي طلعوا المطار محمد الخامس اللي كيواكبوا هذه الامور هذه، وكاين تغير كذلك حتى بالنسبه للمحطه، هذيك المحطه القاره، الاسطول المحطه القاره اللي كاينه في مطار محمد الخامس، البعض تيتشكي من الممارسات تاع بعض السائقين تاع سياره الاجره داخل مطار محمد الخامس، يعني ما تشكوش هذيك الممارسه اللي تترحب بالزائر، اللي تترحب بالسائح تاع الدار البيضاء ولا تاع المغرب عموما، خاصه ان مطار محمد الخامس هو بوابه تاع المغرب ماشي بوابه تاع الدار البيضاء. واولا سي بوستا، حنا ديما كنقولوا في الخطابات ديالنا ان يعني سيارة الأجرة هي أول صورة يلقاها السائح وآخر صورة تبقى عالقة في ذهنه، بمعنى أن ملي كيجي السائح سيارة الأجرة وسائق سيارة الأجرة ملي كيجي السائح يعني كيجي مباشرة الجمركي، بعد الجمركي كيشوف الشرطي كذا الدراكي مباشرة السائق سيارة الأجرة. فخص هذا التكوين وعادة التكوين خص يكون يعني بصفة منتظمة، وكذلك يوقفوا عليه ناس اللي ذوي الاختصاص. كذلك بالنسبه الى هضرنا على النقطه ديال ان الناس ما كتعاملش مزيان، ان هذا راجع خصنا نضبطوا الامور، لان كتلقى مثلا طبيب وكيدير خطا طبي وما كيحاسبوا حد، كتلقى واحد كيصلي بالناس في المسجد، فما بالك السلوك ديالو يعني ما ماشي معيار استاذي باش نقولوا كاين ما يكونش التعميم ما نعموش، كاين وكما تقول مثلا، ولكن كلمه المغرب تقول حوته وحده تتخنز شويه. متفق معك، غير هو راه كاين نكونوا ايجابيين،
باش تطغاش علينا هذيك السلبيه، حتى الا بقينا بالسلبيه ما غاديش نسيرو. بالنسبه للمحطه القاره اللي كاينه الان دابا في مطار محمد الخامس، كاين الكلام حول اعاده الهيكله ديال المحطه، هذا واش تم هادشي بالتشاور ديالكم؟ كيفاش تكون صوره عد المحطه القاره في المستقبل؟ هو من سنين وحنا كاين مراسلات في هذا الباب هذا، على اساس باش هاد المواصفات اللي تكون مطار محمد الخامس يتضرب بها المثل، فلما لا يكون واحد المرآب اللي يكون مغطي على الشتاء وعلى الشمس، كما كتعرفوا ان الشتاء الشمس كيتغيروا السيارات طبعا كتاثر في السيارات، كذلك هذاك التبليط ديالو، بالاضافه لانه المرآب صغار يعني بحجم ديال 400 سياره ما كيقدش العدد، ما كيقدش. كاين اخوان اللي صاهرين شحال تقريبا من، اسمح لي قبل القطع، شحال تقريبا من سياره اجره اللي خدامه في المطار؟ تقريبا حوالي 400 سياره الاجره، 350 ما بين اللي كيخدموا في الفنادق وميناء الدار البيضاء، هي تقريبا 400. كما شرت ان كاين اخوان اللي الحمد لله مشكورين من هذا المنبر هذا، انهم كيسهروا على السيروره العامه، كيسهروا كذلك على هذا المشروع باش يتبناه، لان من خلال هذاك يعني الرقم الترتيبي اللي تعطى في مطار محمد الخامس، فكيتعتبر سيارة الأجرة كتعتبر عندها شراكة لا مع لونديا مكتب المطار، ولا مع رجال الإطفاء، ولا مع القوات المساعدة، ولا مع الدرك الملكي، ولا الأمن الوطني، ولا الباشوية، ولا العمالة المواصل، أصبح فهذيك الشراكة نظن أن خاصها يعني تطبق على أرض الواقع، تقبيه أن غادي يكون مطار محمد الخامس من ضمن المطارات اللي كتراهن على مثلا كأس العالم ديال 2030. ضروري خصو يدخل تحسينات، ضروري تعديلات، فهذه فرصه ان المهنيين، لا انا حتى المهنيين كلهم كنخليش يعني، كنتكلم على السائق المزاول والمستغل الممارس، وكذلك المستغل الغير ممارس، هذو كلهم في منظومه كلهم منظومه، يعني الا داروا يد في يد غادي نوصلوا لبر الامان، ولكن لا واحد بقى كيتسنى واحد، ولا واحد كيدير يعني. ولكن شنو المواصفات دابا المحطه القاره؟ شنو المواصفات دابا الحاليه اللي غتكون عليها؟ مواصفات بالنسبه لنا حنايا كنطمحوا باش تكون هذاك مغطي، غطاء مغطي، ويكونوا لما لا يكون واحد البلاصه فين تكوين واعاده التكوين ديال السائقين المهنيين، كذلك هذيك المقهى لما لا تكون مواصفات عاليه. كاينه واحد المقهى في جنب مطار محمد الخامس اللي ديال مكتب المطار، لما لا تكون هذيك تابعه لمطار محمد الخامس. واحد الموضوع اخر تيتعلق بمطار محمد الخامس، واخا هو بعيد عليكم كقطاع سياره الاجره، وان الناس اللي تيمشيو يستقبلون الاقارب ديالهم والاحباب ديالهم اللي جايين من الخارج، ما تيلقاوش بلاصه فين يجلسوا، ما كاينش شي بحال الاستراحه داخل الخارج على مطار محمد الخامس. واش هادشي انتم ما تيخلقش لكم مشاكل مع الناس؟ ما تتولي بحال كاينه واحد النوع تاع الفوضى في هذاك في هذاك المكان. هو اللي سمحتي يا استاذي، بالنسبه لمطار محمد الخامس، علاش قلت انا اعاده الهيكله؟ والا كنا يعني كنطمحوا باش يكون كاس العالم في 2030، خصنا نكونوا قدو، يعني كنا مجتمع مدني، هيئات ممثله، قطاع مهنيين، ثم كصحافه، كنا خصنا نوصلوا هذا الصوت ديالنا بهذا الامر. مزيان ملي قلتي لي هذا الامر هذا، حتى انا كيثير انتباهي هذا الامر، ان الناس كتجي، كاين الحمد لله كاين دورات المياه، كاين قبل ما كانوش، الان راه كاينين، وكاين كراسة وداك الشيء، ولكن ما قادش. خاص يدار واحد يعني واحد البلايص ديال قاعه الانتظار، قاعه الانتظار بلاصه ما تكون لداخل كتكون برا، خاصة تيكون المشكل اصلا في فترة الصيف، فترة الاستقبال تاع الحجاج والمعتمرين تيتخلق هذا الشيء. كيكون هذاك الشيء، ولو انه الحجاج كيديهم المحطة ثلاثة، يعني كيبعدهم شوية على المحطة الأولى والثانية، لأنه ولاو جوج المحطات دابا. اللي كنطمحوا ليه وهو إعادة الهيكلة بصفة عامة، إعادة الهيكلة ويخدم السائق في واحد الأريحية، باش ملي كما شرنا أنه أول صغرى يلقاه السائح
يحافظ على ديك الصورة. باش غيحافظ عليها بهذاك الخدمة الجيدة اللي غتعطيه الدولة. يعني لا بالنسبة لكل الفعاليات اللي قلنا عندها شراكة مع سيارة الأسرة كلهم خصهم ينخرطوا، ما يمكنش نحيدوا مثلا رجال الإطفاء ولا نحيدوا الدراك ولا جميع المتدخلين شراكة. بالإضافة مثلا اللي تكلمنا على البادج مثلا سيكون عند سائق سيارة الأسرة باش نعرف مع من خدام، لأن باش نعرف مع من خدام. زيادة على هذا كنبغي ندخل وسط المطار باش نسرب باش حيت انا اشتغل في مطار محمد الخامس، ولو ان ما كنخدمش مع مثلا مكتب المطار ولكن بصفه او اخرى انا راه خدام تما. اذا خصني يكون عندي بحالي بحال الناس اللي كيديروا كراع السيارات، هذا موضوع اخر، بحال الناس اللي كتخدم كيجيبوا الباجاج، كل شيء، الناس اللي دي ستيوار الداخل، الناس اللي كيخدموا جنب الطياره في الجنب راه كيتعتبر منهم تاهو. نخرجوا شويه من مطار محمد الخامس ونهضروا على هذا المشكل تاع الجيت تاع الاسطول، وحنا كما قلت يعني ان شاء الله غادي ننظموا كاس العالم تاع 2030 يعني بمعيه اسبانيا والبرتغال. كاين واحد المشكل اللي خصو يتحل، يعني ما بقاش يتراوح المكان ديالو، وقد يتجي الاسطول تاع سياره الاجره بصفه عامه، يعني لا الصيف الاول لا الصيف الثاني من مدينه الدار البيضاء. واش تشوف هذا المشروع تاع تجي الاسطول نجح، ولا كاين شي حوايج اللي تتفرمل الخطوات ديالو؟ هو الا سمحت يا استاذي، المشروع ديال تغيير الاسطول هو نجح بواحد 70% نقول، ولكن هذيك 30% اللي بقات هاد السيارات اللي كيبانوا لك يجوبون مدينه الدار البيضاء متهالكه عندهم مشاكل. مثلا كتلقى مول المعدنيه توفى، او لا كتلقى المستغل توفى، ما كاينش دوي الحقوق، كتبقى هذيك السياره المفروض العماله تاخذ على العاتق ديالها انه تغير السياره. حنا ما يمكنش نتسناو، ما يمكنش نقولوا عذر هذا ما كاينش ولا هذا كاين ولا هذا ما كاينش. كاين قانون، كاين انك يتم الولوج ديال باش تغير السياره ديالك ولو من مالك الخاص بلا ما تسنى الدعم، لان يعني مثل هذه الحالات ما كياخذوش الدعم. اذا عطي للناس تغير ريتاما نشوفوا هذا المشكل ويتحل على المدى البعيد ولا المدى المتوسط. ما يمكنش حنا نبقاو ننتظروا في واحد السراب، يعني كنتسناو اش نتسناو، خصنا نغيروا هذيك السياره، نغيروها وديك الساعه ملي غيكونوا ذوي الحقوق راه ياخذوا هذيك السياره ولا غير. يعني هذه المشاكل اللي كاينه حاليا خص ما نبقاوش واقفين عليها، ولكن الاسطول خصو يتجدد بصفه نهائيه 100%. وتا دابا الاسطول اللي تجدد شحال هذه راه هو خصو يتجدد عاوتاني، لان كاين سيارات اخرى فيها تبدا بخمس سنين ولا ما عرفتش. هذا موضوع اخر ديال الطاكسي كبير. الطاكسي الكبير في 10 سنوات هذا زعما بصراحه بزاف، انا كنسطر عليها بالاحمر، وخصوصا الناس اللي تشتغل بمطار محمد الخامس خاص على الاقل تكون 8 سنين بعد على الاقل. على الاقل لان السياره دابا اللي بدات الاولى راه عندها على الاكثر، يعني ما خصهاش 8 سنين. لا ما تفوتش، راه عندها فوت 7 سنين. يعني ولات هي داخله في القديم. داخله في القديم. اذا ديما باش نجدوا وباش نواكبوا وباش ننافسوا المنافسه الشريفه خص يكون عندنا سيارات، ويكون عندنا هندام، ويكون ما يكونش على السيارات، يكون بزاف ديال الحوايج اللي مرتبطه بالسيارات. وهادشي اللي تهضر عليه راه ما عندوش علاقه غير مطار محمد الخامس، عنده حتى علاقه بالسيارات الاجره اللي تتسير دابا في الدار البيضاء. تنشوف ما كاينش اهتمام بالهندام، ما كاينش اهتمام يعني النظافه تاع السيارات الاجره. فين كاين الخلل؟ فين؟ واش في هذاك السائق ولا في المنظومه ولا فين كاين الخلل؟ شوف استاذي، الا هضرنا على المنظومه، اولا خصنا هاد الدوريات وهادو اللي كينظموا كل مره كتخرج دوريه، خصنا قانون منظم للمهنه. قانون منظم للمهنه تكون المعالم ديالو واضحه ويكون متطور باش نواكبوا العصر. ما يمكنش حنا في 2023 ونراهن على كاس العالم ديال 2030 وباقيين كنقولوا الدوريه الوزاريه. وشنو علاش هذا القانون ما خارجش؟ انا حكومه داز شحال من حكومه داز، وديما الاشكال تاع قانون منظم للقطاع، ديما قانون منظم للقطاع، ولكن حاسس ما كاينش هذا القانون. في كل الخلل ونتمناو ان هاد الهيئات الممثله اللي عندها ناس اللي في القبه ديال البرلمان يحاولوا ياخذوا الامر هذا ويتحرك هذا الملف، لان هذا الملف راكد
وخصو الناس اللي تكون عندهم واحد القوه وتكون عندهم واحد الشجاعه باش يطرحوه لان غيحل بزاف ديال الاشكالات. انتما كنقابات واش تدقوا البيبان تاع النقابات اللي مشاركه في النقابات سيرتو النقابات الاكثر تمثيليه وكذا؟ طبعا انا كاين واحد التنسيق هنايا في الدار البيضاء اللي فيه واحد العدد كبير ديال الهيئات الممثله لقطاع سياره الاسره اللي الان كتناقش مع العماله بزاف ديال الامور. فانا اللي كنستغرب ليه كمتتبع وكفاعل في القطاع وهو كان تعطانا وعود على اساس باش يكونوا واحد المحطات قاره اللي تكلمتي عليهم فيهم شروط. كاين بعض المدن مثلا كاين مدينه افران كاين يموزار كلهم فيهم محطات اللي ما كاينينش في الدار البيضاء. كنستغرب انا كاين محطات القاره اللي خص يكون فيها دورة المياه وكل هذا. زيد على هذا انه قاولونا على اساس يكونوا واحد دي ستاسيون بيلوت محطات غير قاره يعني كتحطوا تهز منها تحطوا تنزل ما توقفش ماشي توقف تسد الطوموبيل وتخلق وتخلق مشاكل في حركه سير الجولان ما كاينش. الى 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 بغاو ينجح سير الجولان مدينه الدار البيضاء جهه الدار البيضاء مدينه الدار البيضاء كلها خاص اعاده الهيكله ديال السير والجولان مدينة الدار البيضاء لا بالنسبة للحافلة ولا بالنسبة لسيارة الأجرة للصنف الأول والثاني. كذلك هاد لي ستاسيون بيلوت هاد المحطات الغير قارة فين نحط الناس حيت حتى الزبون الآن ما كاينش واحد الثقافة ديال أنه مثلا ياخذ طاكسي من بلاصة بعيدة من المحطة ديال الطويز ولا من قنطريطوار ولا فيروج تصور واقف في الفيروج كيحل على الباب يحل باش يطلع. دونك هذه ثقافة اللي كنا حنا كنوجدوا في واحد الدليل ولكن ما كتبش باش نخرجوا الحيز الوجود دليل السائق يعني غيولي يقراه السائق واللي قراه حتى ماشي من أي بلاصة نشد الطاكسي ماشي من أي بلاصة كتلقاه واقف في طريق كنت طريطوار ما كيبانش ولا في بلاك الطوبيز ملي كيوقف سيارة الأجرة كيوقف الطوبيس وراه كيكلاكسون عليه لا حقا ما وقفتيش راه السيد هو اللي وقفني هو اللي وقفني. كاين بزاف ديال الأمور اللي خصها تتعالج ولكن كما شلت كما شرت في المقدمه ديال البرنامج مشكورين انه قطاع ديال سيارات الاجره المشاكل ديالو متسلسله ويستحيل حل المشكل معزل على المشاكل الاخرى. يعني لا هضرنا على هذا القانون المنظم للمهنه وخرج حيز الوجود تقبيه ان يولي سياره الاجره في الطوب ديالها ان شاء الله. نتمنى ذلك السي عبد الحق وشكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسا سيتي.